ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية اهتمام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى فيه الله ورعاه بتقديم الرعاية التعليمية المتميزة وحرص جلالتي على تسخير كافة السبل التي توفر الحياة الكريمة للأيتام البحرينيين وتمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي بتفوق ونجاح. جاء ذلك بمناسبة رعاية سموه الاحتفال الذي نظمته المؤسسة الخيرية الملكية لتكريم 540 طالبا وطالبة من المتفوقين بمختلف المراحل الدراسية في الحفل الرابع عشر لتكريم الطلبة المتفوقين والذي أقيم بقاعة الشيخ عبد العزيز في جامعة البحرين. وأشاد سموه بالدعم الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الطلاب المكرمين وأولياء أمورهم بهذا النجاح الذي حققوه وأشاد بتعاون وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية مع المؤسسة الخيرية الملكية في الاهتمام بتعليم أبناء المؤسسة من خلال الشراكة المجتمعية. وقد ألقى سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية كلمة أشاد فيها بالرعاية الملكية واهتمام جلالة الملك المفدى بأسر وأبناء المؤسسة، وكما أشاد بحرص جلالته على أن يحظى الجميع بحياة كريمة والدعم اللامحدود الذي تحظى به المؤسسة في جميع أعمالها الخيرية والإنسانية من لدن جلالته. كما أشاد سعادة الدكتور مصطفى السيد برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للحفل الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بأبناء المؤسسة. وقد قام سعادة الدكتور مصطفى السيد بتكريم الطلبة الحاصلين على جائزة فيصل بن حمد للتميز الدراسي.